بكم، كنرحب بكم من جديد لتتمة فقرة لا نومونكلاتور اون شيمي اورغانيك بارتي 3 لي زيدروكاربور مونو سيكليك ساتوري. في الاول هضرنا على لي زيدروكاربور اسيكليك، دابا غادي نهضروا على لي زيدروكاربور مونو سيكليك ساتوري اي ان ساتوري، يعني دي زيدروكاربور اللي هما عبارة عن سيكل كما كتشوفوا هنا. فبالنسبة لزيدروكاربور مونوسيكليك ساتوري وان ساتوري، فعلى هذا الشكل مثلا دائما ملي كيكون عندنا 3 كربون وكيشكلوا لنا واحد لاسيكل 1 2 3 كنسميوها سيكلو بروبان، يعني القاعدة اللي كنطبقوا بالنسبة لهاد لي سيكل هادو هاد لي سيكل الاولى هي القاعدة الاولى، سيكلو كنديروا سيكلو زائد لو نون دو لالكان. مثلا هنا كنديروا سيكلو وكنشوفوا لو نون دو لالكان اللي هو 3 كربون اللي هي بروبان، كنكتبوا سيكلو بروبان. بالنسبه لهنايا كنشوفوا كنديروا اول حاجه هي سيكلو، كذلك سيكلو كنشوفوا شحال النومبر ديال لو كربون، شحال النومبر ديال لاتوم دو كربون، عندنا 4، يعني كنديروا سيكلو بيوتان. بيوتان 4 ذرات الكربون كتعني لنا بيوتان. كذلك هنايا سيكلو بنتان، لان عندنا هنايا 5 ديال لي زاتوم دو كربون، والسيكلو سيكل يعني هاد النموذج عبارة عن سيكل، سيكلو بنتان. بالنسبة لهنايا كذلك لهاد النموذج هذا كنديرو سيكلو زائد لو نون دو لالكان، كنشوفو شحال عندنا من اتوم دو كربون، 1 2 3 4 5 6، يعني 6 هي هيكز وكنديرو هيكزان، سيكلو هيكزان، يعني هادو هما التسميات ديال هاد لي ستركتور. بالنسبة لهنايا، هنايا كتلاحظو هنايا عندنا على شكل الكان، هنايا غادي يكون على شكل السين، لان عندنا اون دوبل ليزون. مثلا في المثال الاول اون دوبل ليزون، هنايا دو دوبل، جوج ديال لي دوبل ليزون. هنايا كنطبقوا هاد العلاقه الثانيه او القاعده الثانيه، سيكلو بلس لو نون دو لالسين، لو نون دو لالسين. هنايا كنزيدو ان، هنا غنزيدو ان. مثلا هنايا كذلك كنديرو سيكلو، عندنا شحال من اتوم دو كربون، 1 2 3 4 5 6، يعني هيكز، وعندنا وكنبداو الترتيب هاد لا دوبليزون كتاخذ لانديس لو بلو با، يعني غادي نبداو من هنا 1 2 3، وحنا غاديين يعني انين سيكلو هيكزين او سيكلو هيكز انين، هنا ماشي مشكل بحال بحال. بالنسبه لهنايا كذلك كنطبقوا القاعده، كنديروا سيكلو وكنجيو كنبداو من هاد لانساتوراسيون او هاد لا دوبليزون 1 2 3 4، يعني كنبداو من هنايا، عندنا هنايا كنديرو سيكلو، كذلك عندنا 6 ديال الذرات ديال الكربون، يعني هيكز هيكز ان، عندك لا دوبليزون الاولى كاينه هنا في لا بوزيسيون 1 2 3، ولا دوبليزون الثانيه كاينه في لا بوزيسيون 3، يعني 1 3. كنديرو ديان، يعني كنزيدو دي اي، يعني علاش كنزيدو دي اي؟ لان عندنا جوج ديال لي زانساتوراسيون ديان. هذا بخصوص هاد لي زيدروكاربور مونوسيكليك. بالنسبة غندوزو دابا غندوزو ليزاسيد كاربوكسيليك. لاسيد كاربوكسيليك كما كتشوفو ف لا فونكسيون ديالو كتكون على هاد الشكل. التسمية ديال ليزاسيد كاربوكسيليك كنطبقو هاد القاعدة هادي، هي لو نون، لو نون أو التسمية. لاسيد كنديرو أسيد في الأول، كنزيدو لو نون دو ليدروكاربور اللي عندنا بلوس ويك في الأخير، كنزيدو هاد ويك، راه ضرورية ومهمة والأغلبية كينساوها ويك، ولكن هاد لو نون دو ليدروكاربور كنديروه سون زو، يعني بلا بلا او. مثلا نعطي واحد ليكزومبل، هاد ليكزومبل هذا عندنا هنا، انتم كتشوفوا لا فونكسيون اسيد، يعني لاسيد كاربوكسيليك. دائما ملي كنجيو عفوا ملي كنجيو نديرو لا نيميروطاسيون، كنبداو من لو كربون ديال لا فونكسيون اسيد، يعني من هذا، مناش كنبداو لا نيميروطاسيون، يعني 1 2 3 4 5 6، هنا 6 كربون. اش كنديرو؟ قلنا اول حاجه كنديرو في التسميه هي اسيد، يعني هاد لاسيد هذا اسيد، من موراها لو نون دو ليدروكاربور، كنشوفو لو نون دو ليدروكاربور اللي هو شحال من اتوم دو كربون، 1 2 3 4 5 6، يعني 6، 6 كتعادل او كنسبو لها الاسم هيكز هيكز. وكنلاحظوا هنايا راه عندنا اون سامبل ليزون، يعني كنزيدو لها ان، هيكزا هيكزان، يعني الاسم ديال لو نون دو ليدروكاربور هي هيكزان، وهاد هيكزان هادي كنزيدو لها ويك، لان هنا هيكزان ويك، انتم كتشوفوا هيكزان درتها سون او بلا
بلا E. دائما لو نون دو ليدروكاربور سون زو هيكزان ويك اسيد هيكزان ويك. غادي ندوزو دابا لمثال اخر. مثال اخر اللي هو هذا المثال هذا. بالنسبه لهذا المثال هذا، هذا المثال كما كتشوفوا فكنبداو لا نيميروطاسيون دائما من لا فونكسيون اسيد اللي هي هذا الكربون هذا 1 2 3 4 5. هنايا كنديروا نفس القاعده، كنكتبوا اسيد هي الاولى، ولكن هنايا فهاد لا ستريكتور كتخالف لا ستريكتور الاولى. علاش؟ لان عندنا واحد لو سبستيتيون، عندنا واحد العنصر خارج لا شين برينسيبال، يعني كنسبقوه هو الاول عاد كنديروا له النون دو ليدرو كاربور. يعني كنديروا اسيد، كنشوفوا هاد لو سبستيتيون، كنديروا عريضه 3 عريضه، وكنشوفوا هاد لي سبستيتيون شنو هو. ان سول كربون اش كتعني؟ كتعني لو بريفيكس مات كما شفنا في الفيديو السابق مات، وكنزيدوا لها ايغريك ال لان هذا عباره عن سبستيتيون خارج من لاشين برينسيبال. دونك 3 ميتيل، 3 ميتيل، عاد كنجيو لو نون دو ليدروكاربور اللي هو عندنا خمسه ديال لي كربون في لاشين برينسيبال. يعني لو نون دو ليدروكاربور هو بنتان، بنتان هو دي 3 ميتيل بنتان. هانتوما كتشوفوا كتبت بنتان سون زو بلا او، وكنزيدوا لها ويك اللي قلنا في الاخير ويك بنتان ويك، يعني لاسيد 3 ميتيل بنتان ويك. غادي ندوزو دابا لهذا المثال الاخر. بالنسبه لهذا المثال فبعدا الى فهمتوا هاد الامثله هادو اللي عطيت بالنسبه للزاسيد كربوكسيليك، فاي كومبوزي اورغانيك عباره فيه اون فونكسيون اسيد فغادي تجاوبوا على التسميه ديالو كما بغاو يكون، لان هادو هما الامثله. الى عرفتي هاد الامثله فهما كيتعاودوا، غير كيتعاودوا هادو كلهم. بالنسبه لهذا المثال الثالث كنبداو كذلك من لا فونكسيون اسيد، يعني 1 2 3 4، ولكن هنايا ملي كنوصلوا لهنايا شنا هي لا شين برينسيبال؟ واش غادي نكملوا هكا ولا غادي نكملوا هكا؟ شنو قلنا في الفيديو السابق؟ ان لا دوبل ليزون هي بلو هي بريوريتير على لا سامبل ليزون. يعني عندنا هنايا دوبل وهنا عندنا غير دي سامبل ليزون. يعني شنا هي لا شين برينسيبال؟ هي هذه اللي فيها لي دوبل ليزون، يعني هاد لا دوبل ليزون فهي بريوريتير على هاد لي سامبل ليزون. دونك لا شين برينسيبال ديالنا هي 1 2 3 4 5. دونك هاد لا شين برينسيبال شنو هو لو سبستيتيون اللي لاصق فيها؟ يعني لو سبستيتيون هو هذا، هذا هو اللي لاصق في لا شين برينسيبال في لا بوزيسيون 4. دونك ملي كنجيو نكتبوا اول حاجه كنديروها كنجيو كنديروا اسيد كما قلنا اسيد، كنشوفوا شنو هو لو سبستيتيون هو هذا اللي لاصق في لا شين برينسيبال، يعني ان كربون 2 3 4 5. دونك 5 كربون كتعني بنت، وبما انه سبستيتيون كنزيدوا له ايغريك ال 4 بنتيل، 4 بنتيل. عاد كنجيو نشوفو لا شين برانسيبال ديالنا اللي هي 1 2 3 4 5 بنت بنت، وكتلاحظوا هنا زدت واحد ا. علاش زدت هاد ا؟ هاد ا زدتها لان عندنا جوج ديال لي دوبل ليزون، وكان كانت عندنا غير وحده غادي نديرو بنت، ولكن عندنا جوج يعني كنديرو بنتا بنتا. لي زالسين او لي دوبل ليزون عندنا في لا بوزيسيون 2 في لا بوزيسيون 4، يعني كنديرو 2 4 ديان. اش كتلاحظوا هنا درت ديان، يعني دي هي جوج ديان، وحيدت او ولصقت لها ويك. علاش حيدت او؟ لان او كتلاقى مع او دائما، هاد او ديال ان ولا يين الا كانت قدامها او ولا اي ولا او فكنحذفوها، كنديروا ديان ويك وكنلصقوا معها مباشره هاد ويك. بالنسبه للمثال الرابع فكذلك هنايا كنبداو دائما لا نيميروطاسيون من لاسيد، يعني من لاسيد ديالنا فونكسيون اسيد 1 2 3. كذلك ملي كنوصلوا هنايا كنشوفوا شنا هي لا شين برينسيبال، واش الا كملت هكا ولا الا كملت هنايا. الا كملت هنا عندي اون دوبل ليزون، والا كملت هنايا عندي اون تريبل ليزون. دونك لا تريبل ليزون كذلك هي بلو بريوريتير على لا دوبل ليزون، لا دوبل ليزون بلو بريوريتير على لا سامبل ليزون، وهاد لا تريبل عاود هي بلو بريوريتير على لا دوبل ليزون. دونك كنجي لهنايا وكانت 1 2 3 4 5 6. دونك ملي كندير هاد لاشين برينسيبال هي هادي كنعرفها، كنشوف بان هذا هو الغامي فيه، هذا هو لو سبستيتيون. وشنو قلنا في الفيديو السابق؟ بان هاد
لا فون هاد لا ستركتور خصكم تحفظوها لا ستركتور دو دو فينيل هذه هي لا ستركتور ليزون سي اتش دوبل ليزون سي اتش 2 هي لا ستركتور دو فينيل دونك هذا هو لي سوبستيتيون كنكتبو كما قلنا في الاول اسيد هي الاولى عاد كنديرو لا بوزيسيون 3 فين كاين لو سوبستيتيون كنكتبو فينيل هذه سي اون سي لا فونكسيون فينيل عاد كنشوفو لو نون دو ليدرو كاربور اللي هو عندنا 6 ديال لي كربون دونك سي هيكز كنديروا 3 فينيل هيكز وكنشوفوا شنو عندنا 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 هنايا لالسين او هاد لا تريبليزون كاينه في لا بوزيسيون 4 يعني كنديروا 4 ين هانتوما كتبت اي ان وليني او ما كتبتهاش علاش ما كتبتهاش لان مازال عندي ديك ويك ديال لاسيد راني كنلصقها كنحيد او كنربطها مباشره مع اين كما درت هنايا بالنسبه للديان ديك او حذفتها هنايا كذلك او هنا حذفتها ولصقتها مباشره مع ويك فبقى لنا المثال الاخير اللي هو هذا ديال دوز اسيد كربوكسيليك فهذا عندنا هنا اون فونكسيون اسيد وعندنا هنا اون فونكسيون اسيد يعني شنو هو الكربون منين غنبدا واش من هذا ولا من هذا الا بدينا من هذا مثلا 1 2 3 4 5 مثلا ف لو سوبستيتيون ديالنا غيجي في لا بوزيسيون 2 ولا بدينا من هنا 1 2 3 4 5 فهذا غيجينا في لا بوزيسيون 4 وحنا قلنا بان لو سوبستيتيون خصو يجينا في لانديس لو بلو با يعني لانديس صغير يعني لا بوزيسيون الصحيحه او لا نيميروطاسيون الصحيحه هنا عفوا نسيت ما درتش 5 هي هذه 1 2 3 4 5 باش يجينا في لو لانديس لو بلو با اش كنديروا كنديروا اسيد كما قلنا في الاول اسيد كنجيو كنتبعوا لو سوبستيتيون اللي هو هذا اللي هو ميثيل ان سول كربون ميت بلس ايغريك ال باسكو راه ان سوبستيتيون دونك دو ميثيل عندنا خمسه ديال لي كربون يعني هي بنتان بنت هي خمسه وان لان عندنا غير دي سامبل ليزون بنتان انت تشوفوا هنايا خليت او علاش خليت او لان اللي موراها هو دي ماشي شي حرف شي فوايل على ما اظن او لا او لا اي ماشي هو كاين عندنا دي يعني كنخليو او بنتان وكنجيو بقات لنا ويك كنديروها ولكن شحال عندنا من اسيد عندنا الاول وعندنا الثاني يعني جوج ديال لي زاسيد كنديروا دي ويك اسيد دو ميثيل بنتان دي ويك وبهذا نكون قد أنهينا الفقرة الثالثة إن شاء الله ونضرب موعدا إن شاء الله في الفقرة الرابعة وغادي نكملوا فيها إن شاء الله ما تبقى من التسميات ليزاميد ليزامين ليزالديهيد ليسيتون ليزونيدريد داسيد ليزيتير ليزيستير إلى غير ذلك غادي نديرهم إن شاء الله في الفقرة الرابعة وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.